طبعا أنا بصفة شخصية انتخبت حركة اسمها إشراقة كانون منذ الانتخابات النيابية السابقة، وهذه الحركة هي الحركة الوحيدة التي أيدت استقالة الحلبوسي عندما عرض استقالته قبل أن ينتخب مرة أخرى من بقية الأحزاب، الجهة الوحيدة التي رفعت يدها عندما عرض الحلبوسي استقالته أمام مجلس النواب أنه هل تريدون أو لا؟ قالوا لا. لم تدخل في مزايدات حزبية ومشاكل، قامت بدورها النيابي على أكمل وجه. قد يقول بعض أنه نحن غير مقتنعون، خب بالنتيجة إذا اقتنعت بغيرهم ماكو مشكلة. أنا عن نفسي أقول أنا اقتنعت بهذه الحركة، انتخبتها منذ عامين وأكثر، وراقبت عملها من خلال العمل الذي قاموا به، وأنا الآن مقتنع بأن هذه الحركة تمثل تطلعات الشعب العراقي بهذا المقدار على أقل تقدير. يقول بعضهم يجب أن نعرف ماذا عقامي عملت، خب تدخل، أنا تابعت هذا، أنا مسؤول عن نفسي. الذي يثق بشخص من دون دليل يندم. أنت اذهب اسأل عن شخصيات الحركة أو أي حركة أخرى غير داخلة، يعني نتيجة توجد أحزاب غير داخلة، خلوا في بالكم، لا تعتقدون أن فقط هذه الحركة، لا، توجد حركات كثيرة دخلت الآن على الساحة وهي غير داخلة، يوجد كثير من الحركات. الحركات زادت في الحقيقة، زادت هذه الانتخابات فيها كما يقال فيها هوس زيادة الحركات. طيب يجي إنسان يبحث يصل إلى قناعة بوجود حركة مناسبة، جهة مناسبة، شخص مناسب، يذهب لانتخابه. ليس بالضرورة أن يكون الجهة التي ينتخبها هي الجهة التي أنا أنتخبها، أنا بالنسبة لي انتخبتها سابقا والآن أعيد انتخابها. أي إنسان يعتقد بأن لي رؤية صحيحة، بأن لي رؤية، يعني بأنني أقول هذا الكلام رغبة في تغيير الوضع، لا رغبة في الأشخاص ولا علاقة لي بالأشخاص، ولذلك أنا ليست لدي علاقة بالأشخاص. طبعا راسلتهم حتى أعرف أنت منو، أنت وين مرشح. من يثق بأنه يوجد تشخيص صحيح لانتخاب هذه، خب يمكنه أن يقوم بذلك تباعا لثقته بي مثلا، ممكن، ولا يقول والله أنت تتحمل المسؤولية. كيف يعني تحمل المسؤولية؟ يعني أنا تحملت المسؤولية لما انتخبتهم سابقا ووجدتهم في مجلس النواب، نعم النواب خلص. وهذه نفس الحركة، حركة إشراقة كانون. اذهب وابحث عن مرشحيها، خلص اذهب وابحث عن مرشحيها. إذا اقتنعت بأن مرشحيها صالحون فخلص انتخب. إذا اقتنعت بأن مرشحين آخرين مستقلين مثلا أفضل، خب انتخبهم.